للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، ضعني في صورة الأجواء والاحتفالات ومهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا بالفعل نتابع هذه الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة 2023 والذي يأتي تحت شعار العالم عالمين. بالفعل الاحتفالات مستمرة ولكن تتنوع في طريقة الاحتفال في حد ذاتها أو حتى شكل الاحتفال، إما يكون الحفلات الغنائية المختلفة، ونحن على موعد هام مع بعض الحفلات في نهاية هذا الأسبوع من أهم هذه الحفلات، والتي يعني حسب تعبير المواطنين هنا والزوار داخل الممشى أو الكورنيش الجديد الخاص بالعالمين الجديدة، هم ينتظرون الحفل الخاص ببهاء سلطان، والذي له أيضا طابع خاص وأسلوب خاص، والإضافة لذلك أيضا الحفل للموسيقار العالمي عمر خيرت، وذلك في يوم الخميس. بعد ذلك يوم الجمعة هناك حفل خاص بفرقة مسار إجباري. لذلك تنوع الحفلات أيضا يخدم يعني أذواق مختلفة حسب أيضا تعبيرات الزوار هنا. أيضا بالإضافة لهذه الحفلات هناك أيضا نشاطات رياضية وأيضا نشاطات ترفيهية مختلفة. من ضمن هذه النشاطات الترفيهية هي أماكن مخصصة للأطفال وأيضا الشباب أو حتى الكبار إذا أحبوا أن يتعاملوا أو يستعملوا بعض الأدوات الرياضية، منها ركوب الدراجات، مسار خاص لركوب الدراجات داخل هذا الكورنيش أو هذا ما رصدناه بالفعل على كورنيش العالمين الجديدة. بجانب ذلك أيضا المسرح الصغير، مسرح استعراضي لبعض الفرق الغنائية الصغيرة أو يطلق عليها الأندر جراوند أيضا داخل هذا الممشى. بالإضافة لذلك شاشات عرض للحفلات، من لم يستطع أن يدخل إلى الحفل أو حتى يحجز التذاكر الخاصة بها يستطيع أن يشاهد هذه الحفلات هنا من على الكورنيش. أيضا إذا تحدثنا عن ردود أفعال الزوار، فالزوار هنا من مصر ومن الوطن العربي وبعض الأجانب أخرى من قارات أجنبية أخرى، تحدثوا عن الفرق الرهيب ما بين العالمين ما قبل تطويره وما بعد تطويره، والجميع أشاد بفكرة الأبراج، تطوير الكورنيش، تنظيم الشاطئ وتنظيف الشاطئ أيضا والشواطئ المختلفة سواء كانت المجانية أو غير المجانية، والتي تستقبل كل من يحب أن يأتي إلى العالمين الجديدة سواء كانوا مصريين أو غير مصريين. بالإضافة أيضا لكل هذه الفعاليات وكل هذه النشاطات هناك أيضا بطولات رياضية خاصة بطبيعة المكان ستقام خلال هذا الأسبوع، ومن أهم هذه البطولات هي بطولة كرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة لذلك أيضا بطولة البادل تنس. لذلك عدد متنوع من البطولات سيقام في العالمين، عدد متنوع من الحفلات تخدم مختلف الأذواق أيضا. بالإضافة لذلك فرصة للأهالي لأطفالهم ليستمتعوا بأوقاتهم، وأيضا ما أشادوا به الأهالي وجود أماكن مخصصة للأطفال واستطاعتهم أن يتعاملوا بعدد من إما الدرجات أو حتى الباتيناج أو غيرها من وسائل الترفيه الخاصة بالأطفال. نعم، إذن كل الأعمار تستمتع في مهرجان العالم عالمين من العالمين الجديدة. أشكرك كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري.